برحب بحضراتكم مرة تانية. والبيت الكبير دلوقتي معانا في الفقرة الحوارية التانية دي واحد من أهم نجوم النادي الأهلي السابقين أداء وخلقا، كان مثال الحقيقة لكل لاعبي الدفاع اللي جم من بعده، وكانوا الحقيقة يعني بيحطوه قدامهم ويقولوا يا ريت نكون زيه. والحقيقة فعلا هو يعني هو الخط الخلفي بالصورة اللي كان يعني بيقول عليها الكتاب زي ما بيقول. معانا النهاردة مالك الخط الخلفي واللي شكل حجر عثرة وصخرة في دفاع المارد الأحمر، كابتن ماهر همام. أهلا بيك. أهلا بيك في البيت الكبير. أنا سعيد جدا طبعا بوجودك، وكابتن هاني طبعا كابتني أخويا حبيبي. كابتني ربنا يخليك، أنا اللي سعيد يا كابتن. سعيد بالكلام الجميل اللي أنت قلتيه بصراحة، ده أقل ما يقال في حق حضرتك طبعا. لازم الأجيال الصغيرة كابتن لازم تعرف قيمة حضرتك، لأن أنا كنت صغير وكنت حضرتك فعلا بدون مجامله حضرتك مثل اعلى ليا، ويمكن اجيال كتيره جدا ما تعرفش الكابتن ماهر همام. لا، كابتن ماهر همام لازم يعرف ان هو كان من افضل المدافعين في تاريخ مصر. فحضرتك منور بيتك اولا، وانا سعيد ان حضرتك تكون موجود معانا. انا سعيد جدا موجود معاكم، وعايز اقول لك يمكن قلت لك جمله قبل الهوا، النادي الاهلي جنه الارض. دي كلمة جميلة قوي يا كابتن، واحدة من جنة ربنا في الأرض. من ضمن الحاجات اللي قلتها لمجلس إدارة كابتن حوض الخطيب ومجلس إدارته واللعيبة طبعا الجمال اللي موجودين، قلت لهم يا جماعة أنتوا موجودين في جنة في الأرض من ضمن الجنات النادي الأهلي. يعني لو احنا هنتكلم من الدنيا العالم فيه سبع يعني حاجات بتضرب مثل بيها زي الأهرامات كده، فانت النادي الاهلي برضك بيعتبر علامه بحقيقة من ضمن العلامات اللي احنا بنضرب بيها المثل بشكل كبير جدا في الرياضه وفي المؤسسات الكبيره. يعني زي ما نقول كده مثلا الجيش الوطني والشرطه من ضمن الحاجات المؤسسات الكبيره المحترمه طبعا. فالنادي الاهلي بيعتبر مؤسسه رياضيه يفتخر بيها من ضمن المؤسسات الكبيره اللي في الدوله صراحه في مصر. يعني اللي في مصر كلام كتير قوي يا كابتن هنتكلم مع حضرتك فيه. عايز حلقات هاني معلش ده لا ما انت مش هتخلي بالك انا مش هنسيبك اول مره مش مش اول ولا اخر مره دي بيتك يا كابتن. انت تخش علينا كده وتقعد من غير حاجه بيتك يا كابتن. طبعا معانا تقرير عن حضرتك يعني محضره فريق الاعداد، نشوف تقرير عن الكابتن الكبير كابتن ماهر همام ونكمل مع حضراتكم. يعتبره الكثيرون المدافع الأبرز في تاريخ كرة القدم المصرية بعد المستوى الباهر الذي ظهر عليه لسنوات طويلة في قميص الشياطين الحمر. نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق في حقبتي السبعينات والثمانينات ماهر همام. بدأ ماهر همام مشواره الحافلة في شوارع حي العباسية، وكان عاشقاً للأهلي منذ صغره، لذا تقدم لاختبارات الناشئين في معقل الأبطال بالقلعة الحمراء في الجزيرة والتي اجتازها عام 1971. لفت أنظار مستر هيديكوتي والراحل فؤاد شعبان المدرب العام حينذاك، وتم ضمه لصفوف الفريق الأول، حيث أصبح بعد فترة وجيزة أحد أعمدة دفاع الأهلي الراسخة إلى جانب العملاق حسن حمدي. خاض ماهر همام أول مباراة رسمية له في الأسبوع 18 لبطولة الدوري الممتاز موسم 1975-1976 أمام نادي الطيران، وفاز الأهلي 1-0 بهدف سجله محمود الخطيب. لكن مباراة الأهلي مع بطل ألمانيا مونشنغلاباخ في الرابع من أبريل عام 1976 أمام 100,000 متفرج باستاد القاهرة والتي انتهت بالتعادل 2-2 كانت بمثابة اختبار حقيقي له، حيث استطاع أن يتفوق على نفسه وعلى الجميع. وخلال مشواره مع المارد الأحمر شارك همام في فوز الأهلي بإحدى عشرة بطولة، منها ستة ألقاب في الدوري الممتاز وأربع بطولات في كأس مصر وكأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982. وفي بداية موسم 84-85 تعرض لإصابة قاسية أجبرته على الاعتزال ليبدأ في تأهيل نفسه للعمل في مجال التدريب بدورات تدريبية خارج مصر وداخلها. ولم يتخلى الأهلي عن ابنه البار،
فمنحه فرصة العمل مع جهاز الفريق الأول مع المدير الفني الألماني تسوبل، وساهم معه في فوز الأهلي بالدوري 3 مرات مواسم 97-98-98-99 و99-2000، وكذلك بلقب كأس النخبة العربية مرتين عامي 1997 بالمغرب و1998 بتونس. وحاليا يتولى ماهر همام برؤيته الفنية الثاقبة وخبراته التدريبية الطويلة وعينه التي تلتقط النجوم قطاع الناشئين في نادي الإنتاج الحربي من أجل إعداد فرسان العجلات الحربية في المستقبل. كابتن ماهر، مشوار طويل ومشوار مليان حاجات كتيرة جدا، أكيد حاجات أسعدتك وحاجات كان فيه سوء حظ كبير جدا لحضرتك، الاعتزال المبكر. وأعتقد أن يعني أنت لو كنت كملت كنت هتعمل مسيرة على مستوى الدولي ولا أروع. فخلينا يعني قبل طبعا هنتكلم على حضرتك كتير جدا، بس حابب أعرف من حضرتك نقطة فنية، شايف مشوار النادي الأهلي إزاي في الفترة اللي جاية، وشايف مشكلة، أنت حضرتك كنت من السردباكات العظيمة، يعني مشكلتنا او مشكله الاصابات الكتيره في النادي الاهلي في مركز الظهير المساك، شايفها ازاي؟ بص يعني انا اعذرهم بصراحه، كل 3 ايام دي يعني صعبه قوي، يعني لود كبير جدا على اللعيبه، خصوصا احنا متوقفين كنا 4-5 اشهر ودي كان عمرها ما حصلت في تاريخ الكره المصريه يعني. فالرجوع طبعا احنا بنحيي الجهاز الفني واللاعبين على الرجوع بسرعه، لكن يعني كل 3 ايام انا حاسس ان اللعيبه يعني حتى بتفرج لسه على الدوري النهارده بعض المباريات، حس اللعيبه مش قادره لسه يعني المجهود البدني ما يعني بالظبط. يعني انت طبعا راجل مدرب ومدرب محترف، يعني عارف ان فترات الاعداد اللي هم عملوها ما كانتش كافيه انه يقدروا يرجعوا للمستوى اللي هم، وخاصه كان راحه سلبيه نهائيه يعني، بالظبط يعني التمارين في البيت برضه، وانت عارف التمارين في البيت دي يعني ما حدش بيلتزم بيها بشكل كبير يعني. لكن طبعا انا بحيي الجهاز الفني واللاعبين على المجهود المبذول اللي هم بيأدوه، وطبعا يمكن الدور الثاني بيختلف عن الدور الاولاني. الدور الاولاني احنا كنا الاداء الفني افضل نسبيا من الوقت الحالي، لكن مستر فايلر بعد يعني رجوعه لسويسرا ما تعرفش يعني اعداده الذهني طبعا هو معذور موضوع اختلف حسام، برافو عليك، يعني اختلف بشكل كبير يعني يعني عن الدور الاولاني طبعا، يمكن بسبب ظروف كورونا واهله واسرته والدنيا احنا كابتن احنا بين يعني 3 مواقف تقريبا، يعني مش بالشكل ده عدوا علينا ولا على فرقتنا. اول مره يكون في غياب لمده اكتر من 5 شهور، عندنا اصابات، عندنا مجموعه النادي الاهلي استغنى عنها، فاحنا وبعدين انا عايز اتكلم يعني كمان ان شاء الله عندنا مواجهه مهمه جدا يوم السبت ان شاء الله مضمونه وحاسمينها، بس انت الماتش اللي فات المواجهه كانت الوحيده اللي ما سجلتش فيها اهداف، وكان في لغط برضو حوالين التحكيم. استاذ محمود صبري اتكلم كلام كبير قوي في موضوع التحكيم ده بجد، صراحة يعني محمود استرابات يعني اللي قبلي يعني بصراحه قول لي حضرتك بقى ايه اللي بينقص الاهلي علشان نحسم اللقب يوم السبت ان شاء الله؟ ان شاء الله هو هنتكلم في النقطه دلوقتي ان حته ثبات التشكيل مهمه قوي. الثبات ده بيدي نوع من التجانس، بيدي نوع من القرب، بيدي نوع من الاداء الفني التكتيكي العالي، لكن هو برضك معذور زي ما قلت يا سهام ان هو الاصابات ضربت بعض اللعيبه بتاثر بشكل كبير يعني، خاصه السردباكات، خصوصا يعني المكان بتاع نهاني ياسر ابراهيم وبعدين عندك سعد مش متأيد، سعد مش موجود، وعندك رامي محمود متولي ورامي ربيع، كل دول 4 سردباكات بالظبط، وانت حضرتك عارف المكان ده كمان وقت غريب ما اعرفش عاملين حاجه يعني، يمكن المكان ده مفيش يعني حاجه هاني رمزي تاني ولا مريم امام ولا مصريونس، ربنا يخليك كابتن، الموجودين كمان يعني بصراحه كمان بقى في الكلمه دي بقى، عارف الكلمه دي حلوه قوي ان النهارده انا يا جماعه النهارده قاعده مع 2 يعني بيجمعهم
ثنائية الممارسة والخبرة. وحضرتك يمكن كمان كابتن ماهر انت من الناس يعني اللي كانوا زي ما احنا قلنا في الانترو كده من الدفاعات اللي مروا على الأهلي عبر العصور او على الإطلاق المميزين جدا، وكمان الكابتن هاني رمزي. الممارسة والخبرة، انت النهاردة برضو دفاعك بالرغم من الإصابات اللي عندك دي والتوقفات دي، بس انت النهاردة لعبت 27 مباراة ما دخلش في مرمى غير 8 أهداف فقط. بالزبط. فالنهاردة برضو يعني عندك موسم مميز عن المواسم السابقة برضو بالرغم من الإصابات، فده حضرتك فسرته بإيه؟ أنا عايز أقول لك يا سام إن هم أولاً لعيبة مميزة بصراحة، يعني كل خط الظهر بالذات. يمكن هنتكلم على خط الظهر، لكن الخطوط الثانية كمان يمكن أقوى في أقوى يعني. لكن خط الظهر بالذات يمكن أنا وهاني نحس بيها لما كانش في ثبات في حتة قلبي الدفاع، هي اللي بتعمل لك الخلل ده يا سام. يعني النهاردة هلعب أنا وهاني، وبعدين بكرة هلعب أنا ومصطفى، وبعدين بعده هلعب أنا ورامي، وبعدين هلعب رامي وسعد. ما بيلحقوش رغم الكفاءات واحده يعني الكفاءات كلهم ما شاء الله لعيبه على اعلى مستوى. صحيح. لكن انا محتاج ان انا العب مباراه، احنا الاثنين نلعب ثلاثه نلعب اربعه عشان يحصل نوع من التجانس ده، لان ده مكان من ضمن الاماكن اللي بيقع فيه ضغط كبير جدا، هو وراس الحربه يعني. يعني مكان من الاماكن الصعبه في الملعب، لان ده المكان اللي بيحمي الجول، اللي بيامن الجول يعني. المكان ده لما بيبقى فيه ثقه دايما بيقولوا الغلطه بفوره. صحيح. لما بيبقى فيه ثقه، الثقه دي بتنعكس على حارس المرمى وبعدين نص الملعب على المهاجمين. يعني زمان حضرتك احنا كنا وطول عمرنا يعني كنا اجيال ورا اجيال، لما تيجي تقيم الموسم كده بالنسبه للمدافعين تلاقي جولين ثلاثه. يعني نرجع لجيلي انا مثل جيل السبعينات، وبعد كده قررت مع الاجيال الاخرى الشبكه العذراء. الشبكة العذراء اللي قعدنا 14 15 اسبوع ما بيخش فينا جوال. اكرامي كان موجود على الشباك، وكان الحاج حليم الله يرحمه المشجع الكبير للنادي الاهلي كان راصد 500 جنيه اللي يهز شبكة اكرامي. فطبعا هنرجع بالزمن كده هنلاقي ريحان بتاع دمياط هو اول واحد سجل هدف في اكرامه، واحنا كسبنا المباراة دي 4-1 يا هاني، وحاج حليم يعني دفع 500 جنيه ظبط الدنيا ظبط الدنيا ان هو هز شبكة اكرامي. فانا عايز اقول لك ان احنا متورثين اجيال مع اجيال في حتة خطوط الدفاع القوية في النادي الاهلي، ومعظمهم بيبقوا لعيبة منتخب مصر. وفي نفس الوقت لما يجي نقيم كده هنلاقي كل شهر اقوى دفاع، اقوى نص ملعب. صحيح. اقوى مهاجمين، وبعدين في اخر السنة كده نلاقي ندخل فينا 3-4 اجوال 5 اجوال. كل الضغط ده ويخش في فريق 3-4-5 جوال، فده بيدل على ان الفريق ده مكتمل الخطوط الثلاثه وخصوصا خط ظهره. فانا عايز اقول لك ان التجانس ده مهم قوي، لو احنا قدرنا ان شاء الله الفتره اللي جايه مستر فايلر ان في اتنين يتثبتوا في المكان ده ويبداوا ياخدوا مع بعض بقى مباراه 2-3-4، هتلاقي الامور ويبقى اقوى خط دفاع. وفاضل الشباب بتتكلم على ثنائي، وانا بضيف للثنائي ده الضلع الثالث اللي هو وراهم الراس المثلث اللي هو حارس المرمى. طبعا حارس المرمى زي ما الكابتن ماهر بيقول العلاقه دايما اقرب علاقه ما بين السردباكين وحارس المرمى. بالظبط. شايف اداء الشناوي ازاي الفتره الاخيره؟ هايل هايل بصراحه يعني. ربنا يحميه يعني، حاجه جميله جميله. وبعدين انا من كان في مداخله مع كابتن شوبير مع الشناوي، حاجه محترمه جدا. ايه التواضع ده والجمال ده، واتكلم على الرضا والقناعه وجالنا هنا واتكلم بالطريقه دي. والحقيقه هو والنادي الاهلي وبيتي وانا عندي عروض جيالي واشتري التاريخ واحترافيه بشكل كبير، لكن انا حابب اكون في هذا المكان، حابب اكون موجود في النادي الاهلي. وعايز اقول لك حاجه هاني، ان سبحان الله الرضا والقناعه دي بتعوض لي حاجات كتيره جدا. طبعا. جدا جدا جدا، وربنا بيحميه وربنا بيعوضه. الشناوي صبر برضه كتير يعني جداً. الشناوي راح وجيه وكان بيحاول انه يكون رقم واحد، وقعد فتره يتمرن بشكل كويس. فعايز اقول لك كمان اللي الفكر بتاعه وصبره وكمان قناعته انه لازم يكون متواجد في النادي الاهلي، هو ده اللي خلاه دلوقتي بهذا الاداء المميز جدا. جميل جميل التواضع والرضا ده، ربنا بيبارك بشكل كبير يعني. وبعدين هو بيتكلم على ان انا عايز ابقى تاريخ في النادي الاهلي، عايز اتعايش مع الناس. بصص لقدام، عنده بعد نظر. كمان معلول برضك سمعت له حوار جميل قوي بصراحه مع اسامه، ان انا عايز انهي حياتي في النادي الاهلي. شوفوا الراجل التونسي جاي، راجل محترف، لما عاش في الجنه بقى اللي موجوده جنه النادي الاهلي، قال لك لا يا جماعه حاجه خياليه، انا ما شفتش كده ابدا بصراحه.
واتمنى ان انا حياتي في النادي الاهلي دي حاجه. ما هو البحث عن البطولات برضو امر يعني مش سهل ومش موجود عند اي نادي، مش عشان في النادي الاهلي بنقول كده والله. هو ده دي حقيقه، دي حقيقه بالارقام وبالانجازات. انت رقم واحد عالميا، هتحقق فين بطولات في اي نادي تاني؟ لا لا، وتاريخ كمان يا سهام بيفضل تاريخ. النهارده الحمد لله رب العالمين احنا نزلنا ده مش بفلوس طبعا. يعني ما زلنا يعني انا بتكلم على جيلي، جيل السبعينات اللي هو بدايه يعني الشعبيه وبدايه الجماهيريه اللي اتعملت من جيلنا. يعني عايز اقول لك ان جيلنا ده كله نجوم، نجوم لن تتقر. كل واحد ليه شخصيته، كل واحد ليه مستو، كل واحد ليه اداؤه، كل واحد بيحارب على ان يكون اساسي في النادي الاهلي، بيحارب ان يكون اساسي في منتخب مصر. وبعدين القاب افريقيه بقى، يعني انا بقول لحضرتك 84 انا خدت لقب احسن ظهير ثالث في افريقيا وانا مش عارف. لكن نتاج السنين اللي انت بتلعبيها والمجهود اللي بتبذل والبطولات اللي بتحققها بالظبط في الاخر ربنا بيتوج لك الحاجات الحلوه دي. فمن ضمن الحاجات الجميله في جيلنا اللي هو بيعتبر من الاجيال اللي مش هتتعوض، ان احنا هاني لما كان بيجي المنتخب بيبعت للانديه الفاكس بتاع استدعاء اللعيبه، استدعاء اللعيبه 13 لعيب، حراس مرمى، 4 خط ظهر، 3 نص ملعب، 3 فراوده. يعني ايه دي الفرقه كلها حاجه غريبه. في ساعات منتخب عنده مهمتين او المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي تلاقي المتواجد بس، هتلاقي لعيبه النادي الاهلي كلها. وده على مر العصور، مش عشان النادي الاهلي دايما معروف، حتى الجماهير المصريه عارفه ان القوام الاساسي النادي الاهلي المنتخب مصر معظمه من حتى اجيال ابو تريكه وبركات الجيل الجميل ده طبعًا. مع كابتن حسن شحاته، كابتن حسن شحاته ربنا وفقه بثلاث بطولات انجاز واعجاز بسبب ان كان قوام النادي الاهلي موجود وقتها في منتخب مصر اكتر من 8 لعيب او 10 لعيبه. فدي من ضمن الحاجات اللي نتمنى ان شاء الله باذن الله لكابتن حسام. عالم الاحتراف يا كابتن، منتخب عالم الاحتراف عالم الاحتراف. حضرتك شايف المحترفين الاجانب في النادي الاهلي، بنتكلم على ديانج في وسط الملعب وبرضه من البوزيشن اللي حضرتك عارف انه مهم جدا، قلب الملعب، بتتكلم على بادجي، جيلاردو كمان يخش من الناس اللي موجوده على المستوى الافريقي، اجاي كمان. يعني عندك تقييم سريع للعيبه الاجانب المحترفين في النادي الاهلي، حضرتك شايف ازاي؟ يعني انا شايف طبعا على راسهم رقم واحد معلول بصراحه، يعني طبعا جه عمل لنا طفره بشكل كبير جدا في المكان ده. عوضنا ربيع ياسين، احنا قعدنا نقول ربيع خلاص 13 سنه 15 سنه في المكان ده، ما حدش هيجي تاني. احنا شايفين ان معلول يعني من الحاجات الاحترافيه اللي جت اثرت بشكل كبير جدا في تطوير خط ظهر مع الشق الهجومي مع احراز الاهداف، حاجه تفرح يعني. يانج قوي جدا يعني، قوي يعني بصراحه. والمكان ده انت عارف مطلوب القوه دي والانقضاض دوت والقطع والمسانده وتكمله مع المهاجمين واحراز الاهداف. فهو انا شايف ان صفقه من الصفقات الجيده اللي احنا قدرنا نكسبها بشكل كبير. يعني اجاي بقى يعني حاجه جوكر يعني، هو بس يمكن الايام دي هو مش موفق شويه ممكن يكون مجهد، ممكن يكون زهقان، ممكن يكون انت عارف بلغه الكوره اللي ملعب كتير على كتير بيجي لي فتره ابقى زهقان، فالزهق ده بيقللني في المستوى بشكل كبير يعني. لكن اجاي برضك من الحاجات الجواكر اللي كان مستر فايرر بيستعملها بشكل كبير في 9 و10 وجناح، كان عامل جبهه حلوه قوي مع علي معلول جميل. والراجل الكبير الوحش ده بقى بتاعنا الفرود الجميل ده يعني ده العاب الهوا محدش يقدر عليه يعني. انا وانت هاني عايزين نقف كده لا بس عشان كدنا بدون بعض عشان كابتن مار. انا كنت بتفرج، انا كنت بحب الاجسام دي ما شاء الله، والله هاني العالي حاجه محترمه. كنت بحب الاجسام اللي زي عشان تعرف تاخد منه انت يعني جدا القصير ده يتعبني يخبط هنا ويجننك. لكن هو لعيب بصراحه جميل. وبعدين لما بدا ياخد هاني بقى، انت عارف الماتشات بتجيب اللعيبه طبعا. فهو بدا بالناس من ناس مش مقتنعه لناس بدات لا ده كويس، لناس قالت لا ده فعلا من الناس المهاجمين الواعدين ان شاء الله في النادي الاهلي. ان شاء الله حاجه جميله وحاجه مكسب كبير لينا بصراحه. جيرالدو يعني عارف هاني يعني عايز يهدى شويه يعني يتقل شويه هيبان هو عايز ايه. يعني فترات مثلا واحد ضد واحد تلاقيه عشان يفوت لا يرجع تاني، فترات مثلا ايه عايز تعمل كروس
يروح قاطعها لجوه، فترات عايز يضرب فيها في الدبل باص يروح عامل كروس. يعني تعديل عايز الحته دي بالذات. يعني التلت الاخير ده بمفاتيحه واختراقاته هو بس عايز يتظبط وقت الكروس كروس، وقت الواحد ضد واحد يفوت في زحمه، انت اقف على الكوره وانت استنى الباك لما يطلع اديها له. يعني عايز ودي فايلر افتكر يعني استاذ في الحاجات دي، لانه حصل تطوير بشكل كبير جدا في معظم اللعيبه في التلت الاخير من مستر فايلر. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان جيرالدو يعني يكتسب تعليمات مستر فايلر، وان شاء الله باذن الله نشوفه افضل افضل في الفتره اللي جايه باذن الله. طيب ما ينفعش طبعا، احنا تقريبا ذكرنا يعني معظم الاسماء، لكن برضو نتوقف عند الحاوي وليد سليمان. قول لي راي حضرتك وليد سليمان في الموسم ده برضو مع فايلر، وتوقعات حضرتك ليه ان شاء الله في البطوله الافريقيه. جميل جميل وليد جميل من ضمن اسهام اللعيبه اللي جت نضت للنادي الاهلي بدون مقابل. على بياض يقول لك ما فيش على بياض الايام دي، لا شناوي ووليد سليمان خير مثال على موضوع التوقيع على بياض وسعد. حاجه تفرح بصراحه يعني. وعشان كده النادي الاهلي بيقيم هؤلاء النجوم يعني بصراحه، لما بيلاقي النجوم ديت عشق النادي الاهلي وطلب النادي الاهلي. فالعمليه التقديريه الماديه بالنسبه للجنه التخطيط او كابتن محمود الخطيب لا بيقيموا ولادنا تقييم جميل يعني. وليد مفتاح لعب بصراحه يعني. وليد مفتاح لعب مهم جدا بالنسبه لنا. ذكي، عنده خبرات، عنده سرعات، عنده جرأه على الجول، بيجيب جوال. فوليد وجوده بيطمننا يعني، عدم وجود وليد بنحس ان احنا ناقصنا حاجه. فبنبدا نبحث، اول ما بنلاقي وليد بيسخن وبيبدا يشترك خلاص كل الناس بتبدا تطمن ان في حاجه ان شاء الله هتبقى مؤثره. فوليد بنقول له يعني ربنا يحميه ويبعد عنه الاصابه. والشيء المميز يا كابتن في وليد والاسماء اللي احنا قلناها ان مقدرك يعني النادي الاهلي بالظبط. ومعلش الناس هتقعد تقول لك انت زهقتنا، لا مش هزهقكم، هو ده دي الحقيقه، وده اللي موجود، وده اللي عاشه كابتن ماهر وحسه كويس قوي انه بيتعامل مع كيان اسمه كيان النادي الاهلي، وان الناس دي ما بتبصش تحت رجليها بس، الناس دي دايما بتبص لقدام. احنا يعني حضرتك بقالك كام سنه معتزل دلوقتي؟ يعني اكتر من 30 سنه. 30 سنه حضرتك بتروح في اي مكان كابتن ماهر همام لاعب النادي الاهلي، هي ديت القيمه اللي ما بتتقدرش بفلوس يا كابتن. يعني انا رئيس قطاع الناشئين في نادي الانتاج الحربي، بقالي دي السنه الثالثه. عايز اقول لك هاني، انا اشتغلت باسم النادي الاهلي. يعني هم المؤسسه المحترمه الجميله اللي انا شغال وتابع ليها، هم خدوني عشان انا همام اللي تابع بتاع الاهلي. مظبوط. يعني البيت الكبير البيت الكبير كمان، وانت خارج البيت الكبير ده ربنا سبحانه وتعالى كمان بيوفقك بشكل كبير. لجنه انك انت خدمتي في النادي الاهلي ونظري مش موجود عند النادي الاهلي دلوقتي فمعظم يعني ومعظم نجومنا الكابتن مختار كمان موجود على راس الفريق الاول النادي الاهلي. حضرتك يعني عايز اقول ان اللون الاحمر دخل مؤسسه الانتاج الحربي، اللون الاحمر في 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 في, في التدريبات لقيت تيشيرتات حمراء، في الماتشات الحبيه تلاقي تيشيرتات حمراء، يعني عايز يقلب الشعار يروح للون الاحمر. فده حبا بصراحه. بقول لك ان النادي الاهلي ليه فضل كبير جدا 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 علينا وعلى اسرنا وعلى اولادنا وعلى حياتنا، واحنا عايشين بصراحه يعني على حس النادي الاهلي. احنا بنقول احنا من النادي الاهلي، فالناس بتقدر الكلام ده بشكل كبير. وبعض المؤسسات تقول لك لا انا عايز مدرب من الاهلي، انا عايز حد من الاهلي، انا عايز حد من ريحه النادي الاهلي. أنا عايزة الكابتن ماهر همام ينصح دفاع الأهلي، وإحنا يعني مقبلين على البطولة الأفريقية، تنصح دفاع الأهلي بإيه؟ هو يعني النصائح تملي. قبل حضرتك معلش، معانا طبعًا حد كمان من الإنتاج الحربي، حضرتك لسه بتتكلم معانا سيادة اللواء أشرف عامر. أشرف عامر رئيس النادي. مساء الخير يا سيادة اللواء، ازاي حضرتك؟ رئيس النادي. أهلا أهلا كابتن هاني. رئيس طبعا الإنتاج الحربي، ربنا يخليك. كابتن ماهر ومنورين الدنيا كلها. يا سيادة اللواء أهلا بيك يا فندم، سهرناك يا سيادة اللواء معلش. لا طبعا كلنا طبعا بنقول دايما المؤسسة العسكرية ودايما
فرق المؤسسة العسكرية زي طلاع الجيش والإنتاج الحربي دايما بيتعاملوا باحترافية شديدة جدا، ودايما بيكون النظام والالتزام هو سمة من سمات هذه الفرق على مستوى كبير جدا. شايفين الإنتاج الحربي ما شاء الله ماشي بشكل جيد جدا في الفترة الأخيرة، وكابتن ماهر همام كمان بيمسك قطاع مهم جدا في الإنتاج الحربي هو قطاع الناشئين. والله الحمد لله طبعا احنا يعني من حسن حظنا احنا طبعا معانا المدير الفني الكابتن مختار مختار في الاول، وكابتن ماهر همام قطاع الناشئين، فده بالنسبه لنا مكسب كبير جدا. طبعا الاثنين اعلام من مدرسه الاهلي المحترمه اللي احنا دايما بنتمسك بيها وبنحذى حذوها دايما في شغلنا، وده بيدلنا طبعا يعني اسبقيه في حاجات كتير جدا جدا. في الناس دول برضه المبادئ اللي اتعلموها في النادي والاخلاق اللي اتعلموها في النادي برضه بينقلوها بدورهم في عندنا في الانتاج الحربي، وده شيء كويس جدا بنحمد ربنا عليه طبعا. اكيد يا فندم. واتفضلي. لا لا اتفضل. السؤال يعني هاخد من كلام حضرتك، ودايما بنتكلم ان مهم جدا ان المدير الفني لقطاع الناشئين اللي بيربي الاجيال الجديده، الاجيال اللي طالعه، حضرتك بتعتمد على نجم كبير على المستوى، خلينا نتكلم على المستوى الاخلاقي، الناس كلها بتجمع انه على المستوى الاخلاقي كان رائع، وحتى على المستوى الفني، فده مهم كمان ان يكون النماذج دي موجوده مش بس في الفريق الاول كابتن مختار مختار، لا انت كمان بتعلم اجيال وبتحط قيمه كبيره جدا ورمز من رموز الرياضه الكابتن ماهر همام في موقع مهم جدا. بالتاكيد طبعا، والكابتن ماهر والله يعني عامل شغل هايل جدا رائع جدا جدا، كان من نتيجته ان احنا النهارده الفريق الاول احنا مصعدين 3 ناشئين وفي كمان 5، يعني تقريبا في 8 ناشئين من نتائج اعمال الكابتن ماهر والكابتن عادل وقطاع الناشئين، ده نتيجه العمل المحترم اللي هم بيقوموا بيه عندنا في القطاع على فكره يعني. وده انا 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 بعتبره مكسب كبير ان انا من قطاع الناشئين يبقى عندي النهارده 3 من الدفاع يا سياده اللواء، ولا في مراكز ثانيه؟ لا والله في كل المراكز والله، بس حاليا دلوقتي في عندي في قلب الهجوم في شيكا وفي الزنبي، في 3 حاليا يعني، في واحد صانع لعب، واحد في ديفندر، وفي واحد براس حربه، انما في عندي في المساك وعندي باك رايت. انا كابتن ماهر من الحقيقه يعني مصعد لنا حوالي 6 أو 7 لعيبه، حاجه هايله جدا جدا يعني، بس طبعا يمكن ضغط المباريات في الدور الثاني بعد كورونا مش مدي فرصه حتى المدير الفني ان هو يقدر يشتغل اكثر من لاعب يعني، انما لو احنا في ظروف عاديه كان معظم الناس دي خدوا فرصه. انما ان شاء الله املنا باذن الله في السيزون الجاي باذن الله هتلاقوا ان شاء الله من بشاير نتائج الكابتن ماهر هتبدا تبان في الانتاج الحربي ان شاء الله. يمكن ظهرت في الموسم ده عبد الله شيكا يعني بيلعب اساس تقريبا دلوقتي، وفي فاضل في راس حربه، وفي الليمبي ولد جيد قوي برضه كويس جدا، فان شاء الله دول هيبقوا اسماء ان شاء الله هتبدا تطلع للنور الفتره الجايه باذن الله. في ظل الطموحات دي يا سياده اللواء، هل في اهداف او نيه من انه الانتاج الحربي يشارك على المستوى القاري في الفتره اللي جايه؟ والله طبعا احنا نطمح في دوت، نعمل من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا يعني يبقى طموحنا في المربع بعد كده عشان نقدر وخاصه قدمتوا مستوى كويس قوي يعني يمكن الموسم ده في الدوري. عارف استاذ سلام، والله احنا كنا ماشيين مستوى كويس قوي لولا بس الموضوع ازمه كورونا اللي جاتنا في الدنيا قضت علينا كلنا يا سياده اللواء. احنا ما عملناش اعداد يعني الفتره اللي خدناها بعد ما رجع النشاط لحد ماتش الاف سي مصر، الناس كلها كانت عايزه تبيت عشان العز بتاع كورونا. وعدد الاصابات كمان كان كبير جدا، من اكبر الانديه اللي كان عندها عدد اصابات يمكن 18 حاله 18 حاله، وانك طبعا ما عملناش ولا ماتش ودي غير قبل ماتش الاهلي ماتشين ودي كده حاجه سريعه يعني، ما لا تكفي ان انا ادي فريق ان هو يقدر ينافس ويكمل يعني. في وقت انما لولا كده احنا كنا النهارده الحمد لله كنا مكان كويس، بس الحمد لله يعني نعمل ان شاء الله الفتره الجايه يبقى الامور احسن والامور تبقى يعني افضل من الفتره اللي فاتت، وان شاء الله برضو املنا باذن الله البراعم اللي طالعين عندنا الناشئين طالعين عندنا الفريق الاول هيبقوا ان شاء الله برضو مكسب جدا ان شاء الله للانتاج الحربي. وبعدين يا سياده اللواء كمان فكره تغيير المدربين اللي احنا كل يوم والتاني بنسمع عن تغيير المدرب، لا اللي جري، لا اللي هرب، لا اللي راح، لا اللي رجع، الحقيقه الانتاج الحربي وفكره تمسكه بكابتن مختار مختار ده اكيد عامل مش مساعد، ده عامل اساسي في انه الفريق يستقر.
بشكل كبير، دي نقطة أساسية أفتكر. مع حضرتك كل حق طبعًا، أنا برضو إحنا شايفين إن الكابتن محمود يعني بيبذل مجهود غير طبيعي، الراجل عامل اللي عليه. دي حقيقة. إذًا وأنا دايمًا لما بقعد معاهم كلهم يعني سواء مع اللعيبة ومع الجهاز، بقول لهم يا جماعة أطراف المنظومة الثلاثة، الإدارة، الجهاز، اللعيبة، إحنا بنقعد مع بعض إحنا الثلاثة، كل واحد يقول دوره إيه؟ إيه الخلل عنده؟ أنا كإدارة لو عندي حاجة أقول، جهاز لو في حاجة أقول، لو ما فيش يبقى المشكلة في اللعيبة. فأنا النهاردة أنا شايف إن الجهاز ممتاز جدا، الجهاز بيشتغل عامل اللي عليه، وممكن ما يكونش في بعض التوفيق شويه، لا نقعد مع بعض ونشوف التوفيق ده عايز بعض التوفيق ده ايه، ونقدر نستعرض نصوب الامور وندي برضه للجهاز فرصه انه يكون مستقر نفسيا وعنده هدوء، يعرف يفكر كويس ويعرف يشتغل. فاحنا يعني الحمد لله يعني الكابتن مختار معانا الحمد لله يعني ده السنه الرابعه على التوالي، ربنا يا رب ان شاء الله يكملها على خير ونعدي الفتره اللي اصطلحنا فيها ديت، وان شاء الله يبقى الامور احسن. احنا بنتمسك بالجهاز لما بنشوف ان الجهاز عامل ده شيء يحترم جدا، وده شيء يعني مش غريب على الاداره العسكريه وفرق يعني اللي بتتسم بالالتزام التام والاستقرار كمان. فحضرتك وانت معانا كمان، انت بتشتغل في الحاضر وكمان بتحضر للمستقبل، فتقول ايه طبعا للمستقبل واللي بيحضر للمستقبل، وده كمان مهم جدا الكابتن ماهر همام. والله طبعا انا طبعا يعني رغم الضغوط اللي احنا بنشتغل بيها، ورغم برضه الامكانيات لحد ما برضه مش كبيره، بس برضه بشتغل بامكانيات محدوده، الا ان انا برضه باصين للفريق الاول، وفي نفس الوقت عندنا نظره مستقبليه لقطاع الناشئين. يمكن كابتن ماهر، انا برضه قعدت مع كابتن ماهر في بدايه الموسم وكابتن عادل، وعملنا فريق الامل ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه، والنهارده بيتولى الاشراف عليه محمد جوده. ده مهم، ده مهم جدا، مهم جدا، معاه جهاز محترم جدا، حلو قوي. ان شاء الله يعني ما هو ميكس ما بين 99 و 2001 ان شاء الله باذن الله، تحت اشراف كابتن ماهر، اشراف مباشر للكابتن ماهر برضه عليه. فده ان شاء الله نظره مستقبليه باذن الله، هيبقى ده فرقه كويسه تحت فريق اول، هتمد لنا ان شاء الله برضه بعناصر كويسه طبعا، تعمل لنا برضه اريحيه شويه في التعاقد مع اللعيبه. انا عارف حضرتك النهارده الارقام بتكون مبالغ فيها جدا، وانا كنادي ما عنديش الامكانيه ان انا اتجاوب مع هذه الاسعار المبالغ فيها، وبالتالي لما يبقى عندي تحت فريق الاول عندي فرقه كويسه بتمدني بعض العناصر دي، اكيد هتريحني في الامكانيات البسيطه اللي بشتغل بيها. ده ان شاء الله. واحنا احنا سياده اللواء لما عرضنا على حضرتك الاستراتيجيه، انت حضرتك مشكورا يعني وافقت، اشتغلنا مع عرضت على سياده اللواء ان احنا نشتغل بنظام الكيف مش بالكم يعني. مظبوط. يعني انا عايز اشتغل بالحاجات اللي هي ممكن تساعدني خلال صحيح. سنه سنتين تبقى بديل للفريق الاول. صحيح. سياده اللواء ساعدنا بصراحه بشكل كبير جدا الفكره ديت، وسهل لنا موضوع اللائحه وموضوع صحيح. يعني كابتن مختار بيتصل بيك على طول. ممكن ترد يا كابتن. لا طبعا مهم جدا التواصل. التواصل كمان، وزي ما كنا بنتكلم مهم جدا يعني التواصل ما بين الكابتن ماهر همام كمان والكابتن مختار مع وجود حضرتك، الثلاثي ده والمثلث ده مهم جدا، لان حضرتك بتعرف من خلال الكابتن مختار ايه الجوانب الفنيه اللي محتاجها الفرقه، مش بخلال السنه دي، انت بتتكلم على سنتين ثلاثه، والمصنع اللي شغال واللي بيدير المصنع من تحت الكابتن ماهر همام لازم طبعا يشتغل من خلال رؤيه حضرتك، والمسانده الكبيره جدا اللي انا شايف انها بصراحه يعني ماشيين بشكل كويس على مستوى الدوري. كمان حضرتك بتتكلم على المستقبل، والهدف ان شاء الله في السنوات القريبه الجايه ان يكون الانتاج الحرمي من ضمن الناس او من ضمن الفرق اللي بتمثل مصر على المستوى الافريقي كمان ان شاء الله. والله باذن الله، وانا طبعا على يقين ان النجاح ده عمل جماعي وليس عمل فردي طبعا. احنا النهارده لما في بدايه الموسم بعد مع كابتن ماهر والكابتن عادل نعمل استراتيجيه ورؤيه لقاء الناشئين على التوازي مع الكابتن مختار وكابتن خالد عشان رايحين الفريق الاول، وبعد كده رؤيه الكابتن مختار ونظرته لقطاع الناشئين ايه العناصر اللي هيحتاجها وايه المراكز اللي احنا بنركز عليها بحيث بعد كده تبقى دي امداد للفريق الاول. فاعتقد انه النجاح لازم هيبقى منظومه عمل بتشتغل بتناغم وبتفاهم، ده اكيد بيولد في النهايه نجاح باذن الله. يعني لما بنعمل اللي علينا وكله بيفات في نطاق عمله، اكيد ان شاء الله ربنا هيكتب لنا النجاح باذن الله. سياده اللواء اشرف عامر، شكرا جزيلا ليك رئيس نادي الانتاج الحربي، شكرا جزيلا على هذه المداخله. انا عايز بس اسمحك، عايز بس اشكر كابتن عادل عبد الفتاح، انت عارفه يعني كابتن عادل طبعا مدير النشاط الرياضي في الانتاج الحربي، بصراحه راجل يعني استفدت بخبرته بشكل كبير جدا، هو ابن المكان فطبعا سهل لي حاجات كثيره جدا ان احنا نقدر نوصل بالاستراتيجيه
اللي كنا بنعرضها على سياده اللواء اشرف خلال السنتين سنتين في الاستراتيجيه. كابتن ماهر احنا هنطلع فاصل مخصوص عشان حضرتك تعمل التليفون سايلنت او ترد، لان اللي بيتصل اكيد مصمم ان حضرتك ترد عليه دلوقتي، فاحنا هنطلع فاصل قصير والبيت الكبير بعد الفاصل. رجعنا مع حضراتكم النجم الكبير الكابتن ماهر همام، بنرحب بيك مره ثانيه يا كابتن. و معلش موضوع الموبايل ده منورنا. لا لا يا فندم، لا يا بالعكس يعني بيحصل يعني ما... انت مش قاعد في البيت في البيت خلاص ممكن ترد كمان. بس على فكره احنا مستمتعين بحضرتك جدا جدا، وقبل الفاصل كنت بسال حضرتك على النصائح، ولازم نستغل فرصه انه حضرتك معانا، لازم نستفيد من الخبره دي ما بين النظريه والتطبيق. ايه النصائح اللي حضرتك توجهها لخط دفاع الاهلي واحنا مقبلين على ماتش مهم جدا، ماتش الوداد؟ يعني هقول لك زمان مثلا في جيلنا احنا كان هيدوكوتي هاني يتكلم على ان ما يجيش فينا جول. يعني مهمتك ما يجيش فينا جول يا جماعه الناس اللي ورا يا جدعان يا حلوين، اهم حاجه ما يجيش فينا جول. فلما ما يجيش فينا جول بتدي ثقه لبقيه الخطوط، نقدر نجيب في الدقيقه 90، نقدر نجيب في الدقيقه 92، نقدر نجيب في 93، واحنا برضك الجيل السبعينات هو اللي بدع الحته دي. يعني نفضل قعدنا هاني يمكن 4 5 6 7 اسابيع في الدقيقه 90 نبدا نجيب جول، الدقيقه 92 نبدا في الوقت الضايع جت من هنا. الفلاس 90 ديت بالظبط جت من هنا، لدرجه جمهور الاهلي قال لك ايه يا عم انا هحضر اخر ربع ساعه بقى، انا عزمونا اجي اتفرج على اخر 5 دقايق اخر ربع ساعه وخلاص او اخر 10 دقايق، لان دول ايه الحكايه؟ الحكايه ان لحد اخر لحظه ما يعني ما فيش مش هتسكت غير لما تحرز لحد ما جيه هدفك. فكان مستر دوكوتي يقول يا جماعه ما يجيش فينا جول. فحته ما يجيش فينا جول دي بقى بلغه الكوره بقى ان انا لازم امن، ابقى مصحصح، ما فيش ريسك، غلطات تقل، الرقابه لو راس الحربه قوي يبقى انا لازم افضل مراقبه طوال 90 دقيقه. في حاجه اسمها اعداد ذهني، يمكن طبعا كابتن هاني مدرب ومحترف، الاعداد الذهني كمان انك انت تقري الخصم سريع، يبقى انا عامل مسافه قوي. نعم. يبقى انا لازم اخبط فيه، بيجي العاب الهواء يبقى لازم ابعد عنه شويه وبعدين ابدا. كل دي واجبات للمدافعين مهمه جدا تبقى موجوده عند معظمنا، عشان كمان دي الشخصيه اللي بيفرضها من خلال ادائه. يعني انت بتلعب في اكبر نادي في الشرق الاوسط في اللي الحمراء دي، يعني حاجه لسه بقول لك منتخب مصر. فالنهارده يعني انا من ضمن الحاجات اللي كنت بعملها في الاعداد الذهني بتاعي ان انا في جيلي كان كل فرقه فيها اخطر راس حربه وكان كتير، وكان كل فرقه فيها طبعا، فكنت انام يوم الثلاث احلم براس الحربه بتاع الخصم ده. افضل يعني الثلاث انا محلم بيه، الاربع اركز له سريع يبقى انا هقرب المسافه شويه، قوي يبقى انا يعني اخش اديله خطتين. بتلعب المباراه في ذهنك قبل ما تواجهه بشكل حقيقي. وهو ده يمكن اللي خلى يعني الميزه اللي ربنا ادهاني، يعني التوقع، الثبات، الانقضاض، القوه، التركيز، التمركز. عايز اقول لك حاجه سامي، ان انا عمر ما خدت انذار في حياتي ولا كارت احمر، وكنت مدافع شرس يعني كنت بخبط قوي. بس يا كابتن من الحاجات اللي انا كنت بشوفها بعينيا انك كمان القوه مش لدرجه العنف، وانك بتقطع الكوره من غير ما تاذي خالص. بالزبط. يعني التقدير بقى معادله صعبه جدا لانك سيردي باك بالظبط، ما بتاخدش انذار ولا طرد. يعني لما تيجي تقول للناس حتى بره يقول لك اكتر ناس بتاخد اللي هو الديفندر والسيردي باكات، ده طبيعي يعني ده الطبيعي، لكن ان انت ما شاء الله يعني كنت بتعمل المعادله الصعبه انك بتقطع الكوره التايمنج كويس جدا بالانقضاض بقوه ولكن مش بعنف. وعايز اقول عملت ايه قدام مونشنجلادباخ؟ مونشنجلادباخ قبل ما اوصل لمونشنجلادباخ عايز اقول لك يعني ان انا سبحان الله لما جيت النادي الاهلي عندي 12 سنه وانا ماشي كده مروح لقيت راجل بتاع بالونات فاديته ورش ساك خدت 4 بالونات منه. فانا في دماغي عايز اعمل كوره متعلقه وانا يعني 12 سنه يعني لسه ما وصلتش
كانت في زمان مهاره ضرب كره بالراس. انت عايز تعمل بالونه؟ عايز ابقى مميز. يعني عايز ابقى لعيب مميز يعني. يمكن انا في المقارنه بيني وبين الاجيال كلها يمكن انا فرقت شويه. مظبوط. بالمهاره دي. ده حقيقي. ضرب كره بالراس ده حقيقي. في التشتيت اقدر اشتت، في الاستلام اقدر يعني مهارتي في دماغي اكتر من رجليا. يعني ربنا مديني، وده السبب في الاعداد الخاص او الاعداد اللي بيميزك، ان انا نفخت البالونه دي ورحت روحت. ف زمان بقى يعني كانت في اللمبه هاني اللي هي بسلك، مفيش نجف. النجف ده يعني اللمبه كانت عندنا في اللمبه اللي بتنور الصاله. فانا جبت كرسي ورحت معلق البالونه دي. فامي في المطبخ طلعت قالت لي ده هو في عيد ميلاد حد النهارده؟ قلت لها لا في عيد ميلاد، خليكي بس حاجه على جنب. وقعدت هاني ابص كده، طب العبها ازاي؟ انت عايز تنط وتلعب؟ عايز انط تنط وتلعب البالونه. فقعدت العب بيها ساعه كل يوم. دي تدريبات تخصصيه. هو مستر هديكوتي كان بيعمل الدفاع تدريبات تخصصيه زي ما كان بيعمل المهاجمين. يعني كان دايما معروف عن هديكوتي انه كان بيعمل كده الكابتن محمود الخطيب تاني يوم بعد المباراه يعمل كده. كان بيعمل كده التدريبات دي للمدافعين مدافعين. زي المهاجمين بعد المباراه يعني على طول كابتن بعد المباراه اليوم الكامل. اليوم الكامل هاني هو بعد المباراه اللي هو اليوم الراحه ده. تاني يوم يعني انت بتسيبك مستشفى. وبعدين تاني يوم بقى تاني يوم اللي هو بتلاقي الجدول. المدافعين مع الاثنين الديفندر الساعه 8 الصبح. دول تمرين لوحدهم الصبح. خلاص. وبعدين 9 نص الملعب المهاجم والمهاجمين. والله. ده غير التدريبات اللي حضرتك لسه كنت بتشرحها الحاجات الخاصه دي. الحاجات الخاصه دي كان وهاني عارف يعني. كلنا فينا احنا عباية بيلعب بدماغه، انا بلعب بدماغي، مصطفى يونس فكر يعني احرف شويه مهاره، حسن حمدي توقعات، فتح مبروك كورسات، جمال عبد العظيم يعني عامل زي الجدع اللي هو بتاعنا افريقيا في نص الملعب القوي ده اسمه ديانج. قوه مختار يسحب الفرقه، مهاره، كابتن محمود الخطيب داخل ال 18 كل الناس دي جوه وفره مجهوده عشان تلعب له ويجيب. والله يعني احنا كابتن حسن حمدي كان يقول لنا يا جماعه عايزين نطلع الخطيب هداف الدوري. من بدايه الموسم يا جماعه. التفكير جماعي ازاي؟ يا جماعه احنا عايزين النهارده نساعد الخطيب يبقى هو هداف الدوري. خلاص. مصطفى عبده يعمل الكورسات المظبوطه، مختار الحاجات اللي بيعدي ويعملها كابتن صفوت وهو يخلق مساحه طارق شيخ يحطها له. يعني حاجات هاني كلها مش عشوائيه، كلها لا محسوبه. محسوبه لدرجه قبل المباراه تلاقي مثلا المدافعين قاعدين مع بعض، نص الملعب قاعدين مع بعض، المهاجمين قاعدين مع بعض. يعني حاجات. طب حضرتك يا كابتن ماهر لسه كنت بتقول من شويه كنت بتعمل تدريباتك الخاصه في البيت. وانا عندي 12 سنه. مين راس الحربه اللي كابتن ماهر همام كان يخشاه؟ اللي يقعد يحلم يا نام يحلم بيه ويقوم يركز له ومحضر له. والله يا سام كلهم يعني. انا عايز اذكر لك مثلا كابتن علي بجريشه طبعا عشان كان بيجيد العاب الهواء وكان عنده مهاره ضرب كره بالراس كمان. كابتن علي كان من اللعيبه مميز خطيره يعني. فده بقى كان بعمله حساب انا ما لحقتهوش بس لحقته في الاواخر يعني وهو بيبطل يعني. في حمدي نوح حمدي نوح طبعا المقاولين والاسماعيلي. الاسماعيلي مصعد نور الله يرحمه كان المصري. علي خليل بسرعاته. انت كنت لسه بتقول يا كابتن يعني اللي بيضايقك شويه القصيرين. مفيش واحد قصير كده مر عليك وفعلا ضايقك يعني حتى على المستوى الافريقي تحس ان الماتش بقى صعب. انا لعبت انت السبب خليت العب سيرد باك اصلا. فقول للناس انا لعبت سيرد باك ليه؟ ده انت اصلا السبب اللي انا لعبت سيرد باك. انا هفكرك بس بالموقف السيرد باك ده. انا كنت مصاب واخد بالك وبعدين بتعالج فكانوا محتاجين نلعب تقسيمات يعني. فانتوا كان عندكم تمرين يا هاني. كابتن انور سلامه. كابتن انور سلامه تحت 18 سنه طبعا بنحييه طبعا في برنامجك. كابتن انور سلامه قيمه وقامه مدرب عظيم من المدربين اولاد النادي المحترمين يعني. فكابتن انور دول كابتن انور عايز هاني رمز ده يبقى عالمي. قال لي قلت له خليه يلعب مساك ورجعنا انا ورا. انا لسه جاي من الاصابه قلت له خد بالك انا كنت فريق اول. وانت كنت لسه من هاني 19 سنه 17 سنه
فقال لي طيب خلاص، حتى هو جالك قال لك يا هاني امسك امسك انت. قلت له امسك ايه؟ قال لي امسك راس الحربة. لا وما رهنهم خليه وراك ساعتها طبعا. لعبت الاثنين يعني، وكان الحمد لله كانت يعني تجربه ناجحه الحمد لله. كل الفراو ده هاني اللي كانت موجوده في جيلنا كانوا جامدين جدا وصعاب جدا، وعايز اقول لك كانوا معايا في المنتخب كمان، بس انا كنت حافظهم على اساس زي ما قلت لك انه يوم الثلاث مبيت لهم قاعد بحلم بيهم. قاعد بحلم بيهم. وخد بالك ان الاعداد الذهني ده مهم، هو طبعا. هو الـ انا ما كنتش بدرس تدريب بقى وقتها، ولا عارف تدريب، ولا حد قال لي الكلام ده. يعني حتى البالونه اللي انا عملتها دي فضلت لحد بقى عندي 19 سنه و 18 سنه لعبت فريق اول ولعبت منتخب مصر وبرجع لها. هو دايما كابتن جاري الله يرحمه كان بيقول لنا عيشوا الماتش. الجمله في الاول وانا صغير قلت له نعيش الماتش ازاي يا كابتن؟ الاحداث بتقول عليه ده. قال لك عيش الماتش، يعني دايما ما تقولش اللعيب حضر للماتش قبلها بيوم، لا يعني اقول لك دايما المدرب اللي بيحضر كويس على الاقل قبلها بثلاث ايام يبدا بيحضر على المستوى البدني او المستوى الفني ماشي، لكن على المستوى الذهني ان انت تبدا تقول للعيبه عيش الماتش، عيش انك انك الفرقه اللي بتلعب قدامك ضغطاك فانت هتعمل ايه، عيش ان الفرقه اللي بتلعب قدامك لا مديك مساحه هتعمل ايه، يعني عيش المباراه بشكل او اخر. نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله عشان الناس بتقول لك ممكن هو بيحلم، لا الحلم نفسه انك بتعيش وبتتخيل المباراه، بتتخيل راس الحربه اللي هيلعب عليا لو 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 بالسرعه الفلانيه هعمل كذا، لو بطيء هعمل كذا. فده التخيل اللي بنتكلم عليه. انا عايز اقول لك حاجه هاني اسهام، انا المدافع الوحيد اللي ما عنديش ميس باص. ما شاء الله. اكتشف يعني انا يعني حاجات عرفتها متاخر. ليه بقى؟ عارف انت الدائره اللي احنا كنا بنلعبها، واحد على يمينك واحد على شمالك واحد من جوه، فانا كنت وانا بلعب ابقى محضر البدر. يعني ايه العبها قدام لخالد جد الله او مجدي عبد الغني، ولا العبها على الجنب لربيع، ولا العبها الجنب ده لاحمد عبد، يعني واخد بالك بتحضر قبل الكوره بالظبط. التفكير هو اللي غالب على حضرتك طول ال 90 دقيقه. طول ال 90 دقيقه. فكان لما بتجيلي الكوره بعرف اتصرف فيها بسهوله، يعني حتى كانوا يسموني العسكري. يعني عارف انت العسكري الملتزم. هو ده اللي بيميز لعيب الكوره، تفكيره عن اي لاعب تاني، مش بس مستواه البدني. احنا معانا واحد من حبايبك هيكلمنا عن مميزاتك اكتر، كابتن رمضان السيد. الو. ازيك يا كابتن رمضان؟ تحياتي ليك يا سهام، وتحياتي طبعا لهاني رمزي العالمي، ودلوقتي ما شاء الله بقى عالمي كمان في الـ في الـ في الاعلام كمان. لا كابتن احنا لسه عايزين رمضان. لا والله رمضان احنا عايزين نشد اعلام بقى ولا تدريب؟ لا يعني الاثنين هو مميز فيهم. لا خلي انا طبعا تجربه جديده بالنسبه لي وسعيد بيها، لكن طبعا الحب الكبير على الملعب يعني. والله برافو عليك يعني. ربنا يخليك كابتن، منورنا يا كابتن طبعا. ومعاك مش هقول بقى صديق الملاعب، ده اخ وعشق وذكريات جميله يعني. يعني انا هقول لك حاجه يعني، يا ماهر يا مهور يا رمضان. ازيك يا مهور حبيبي؟ وحشني يا مهور. يا ايه وحشني والله حبيبي. كل يا مهور بيدلعني. يا مهور ابو حسام. مهور بنحسبه لقب يعني بينكم كده بين بعض، كنا نعرف قصته. ايه يا كابتن رمضان اللي بيميز كابتن ماهر همام بعيدا عن الملاعب؟ يعني انا هقول لك الاول، الحقيقه ماهر من اطيب الشخصيات اللي ممكن تتعاملي معاها في حياتك. حقيقه والله يعني مش ممكن تلاقي، وجدعانه ورجوله، ويعني من الشخصيات اللي يعني طبيعي، شخص اي طبيعي. حد يتعامل معاه يعني يحبه بسرعه جدا جدا، وصاحب وصديق واخ، حاجات جميله الحقيقه ماهر همام. يعني من اللعيبه ومن النجوم اللي جم في تاريخ الكره المصريه، من الحاجات المحترمه اللي جت في تاريخ الكره المصريه الحقيقه. ماهر يعني لما نيجي نتكلم عليه فنيا، احنا انا في رايي ان هو كان من افضل السردباكات اللي جت في تاريخ الكره المصريه. اكيد ان هو كان عنده ميزه يمكن ناقصه عند بعض المساكين اللي موجودين في الوقت الحالي يعني. ويمكن طبعا هاني رمزي طبعا كان سردباك هاني خالص. ده انا هو كان انا محلي وهو دولي يعني. والله هو مثل الاعلى فعلا كابتن ماهر همام. انا كنت يعني صغير في السن، مثل الاعلى، وكان بيعجبني فيه زي ما بقول الحته اللي بيتكلم عليها، ان هو قوي بس مش عنيف، بيقطع الكوره بشكل مميز جدا. ده سردباك ما خدش انذار ولا طرد، اكيد من الناس المميزه اكيد يعني. يعني هو مثلا كان تميزه في الحقيقه في الكرات العاليه طبعا، مفيش حد دلوقتي متميز زيه الحقيقه.
يعني حقيقة. كان الحقيقه يعني ده كمان كان بيدي الحقيقه طمانينه لخط الدفاع كله، للخط كله، ان كل الكرات العاليه اللي هتروح 18 ماهر بيطلعها، حتى الكرات المواجهه والكرات العرضيه، ودي يمكن مش موجوده، يمكن ماهر بس اللي حظه وحش شويه ان هو بس ما جاش بالاحتراف، لان لو جه في الاحتراف، لان في شبكات دلوقتي ممكن تكون بس بتعرف تباصي وبتعرف تعمل مش عارف ايه، ثمنها 30 40 مليون جنيه، ماهر كان ممكن يبقى ثمنه 100 مليون جنيه في التقييم بتاعه الحقيقه. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني اولا على الارض يا هاني هو ما كانش بيتفزلك من السير دباكات اللي مزبوط. ما كانش بيتفزلك، ما عندوش مزبوط. ريسك، ما عندوش ميس باس خالص، كان على طول اسهل لعبه يحطها للي جنبه، يحطها بلغه الكوره كده العب اللي في وشك، يعني احنا دايما بنقول ما تحسش بيه. بالظبط، يعني يمكن قعد يلعب مثلا فترات كتيره جدا، اذا كان في منتخب مصر او اذا كان في النادي الاهلي، ما عملش خطا، يعني الخطا اللي هو ايه اللي فيه ريسكو مثلا يجي جول فيك او بتاع، لا. يعني الحقيقه دي كانت من مميزات هاني. طبعا الحقيقه زي ما اقول لك ان كان وحش الحقيقه وهو بيلعب مساك في منتخب مصر او في النادي الاهلي، لا كان حاجه طبعا مستوى عالي جدا جدا جدا. بس طبعا يمكن انا عاوز اقول له برضه حاجه، حتى لو حضر الاحتراف الحقيقه، بس انا كنت خايف من هاني، ممكن من ماهر الحقيقه، ان ممكن بعد المستوى اللي هو كان فيه ده وحد عرض عليه 600,000 جنيه زياده ولا لا لا مش هيسيب النادي الاهلي. احترمت يا كابتن ماهر بامانه، كان في احتراف. هو بس كلوتشي لما كان رايح بلجيكا، عايز ياخدك معاه انا ومحمد عباس وربيع، فاكر رمضان لما سال اللي هو مبروك طبعا ساله في افريقيا طبعا، فقال له مين من المجموعه دي ممكن يحترف، يعني انت رايح بلجيكا فمين من دول ممكن تاخده معاك يعني لو اتاحت الفرصه يعني. فانا فاكر رد عليه وقال له، قال له من ورا اللي قدام مارا امام وربيع ومحمد عباس. ده من دول الثلاثه اللي كان ممكن كانوا شايف فيهم ان هم يحترفوا سهل قوي بره بيلعبوا في اوروبا. وقال يعني عشان اوروبا مارا امام كره عاليه وطويل وبيجدها، وربيع ياسين يعني سرعات وتغطيه محترف و... 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 طب ايه اللي حصل؟ احنا كان وقتها يعني ما فيش احتراف اصلا. يعني انا عايز اخلي رمضان. طب احكي يا كابتن رمضان. احكي يا رمضان. يعني بتكلم يعني الحقيقه، يعني زي ما قلت لك ان كان من اللعيبه الجامده جدا طبعا الحقيقه، واعتقد ان انت يعني طبعا شفته وتابعته وانت صغير اكيد، يعني كان نموذج. اكيد نموذج اكيد، انا كنت بقف على السور بتفرج على الكابتن ماهر وهو ازاي بيتمرن وبيطلع كمان الغريب في الموضوع تحس انه بيقف في الهواء شويه يعني يعني طبعا. يعني بيطلع وعارف وشايفه، وبعدين ساعات بيطلع من البالونه. من البالونه انا لو اعرف البالونه دي كنت جبتها من زمان. انا هقول لك انت حتى قلت لي يعني ان هو كان بيعمل حاجه غريبه جدا، هو كان كمان مش ان هو لما كان بيقطع الكره على الارض كان بيسلمها لاقرب حد جنبه بالزبط. هو كمان لما كان في الكرات العاليه كان بيطلع ويبصيها لواحد، يحطها لواحد يعني يحطها لواحد. مظبوط، دي كمان برضك من ضمن الحاجات الجامده جدا، زي ما كان الحقيقه الكابتن علاء ابو جريشة كان اميز لعيب كره شفته في حياتي، بيلعب بدماغه والكرات العاليه، كان بيقف في الهواء وبعدين يوجه الكوره، كان بيعمل حاجه غريبه جدا يعني. صحيح صحيح. ماهر الحقيقه يعني من اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر، يعني اضافوا للكره المصريه كتير كتير يعني. في صور كتيره جدا جمعت حضراتكم، والصور محفوره في يعني في القلوب، اعتقد يعني اكتر بكتير من الصور اللي ممكن تكون مع اي حد في حضراتكم. الصوره دي اللي معروضه دلوقتي على الشاشه كابتن، لو حضرتك بتتفرج احكي لنا كده ذكرياتها، بتجمع حضرتك وبتجمع طبعا كابتن ماهر همام ويعني كباتن كتير، احكي لي مناسبتها الصوره دي وكابتن مصطفى عبده طبعا. عبده طبعا وخالد جد الله. دي الطياره يا رمضان اللي احنا بيها راجعين طبعا، احنا بيها كتوكو همام ده 82 الطياره الحربيه 82 طبعا. دي كانت في الطياره، الصوره دي كانت في الطياره ماهر واحنا راجعين بالكاس، يعني كاس افريقيا مصر كلها، واللي طبعا يعني يمكن كان اول بقى نادي كان يدخل بطوله افريقيا بعد الاسماعيلي الحقيقه. صحيح. لمصر الحقيقه. من البطولات الغاليه احنا جدا، احنا من البطولات الغاليه جدا جدا، وكان في ظروف صعبه فيها جدا. تعبنا فيها قوي، تعبنا يمكن اسهام زي ما انا قعدنا اربع خمس سنين معاكم الحلقه الحقيقه، وقلت لكم ان احنا يعني يمكن احنا كنا هواه
وعايشين حياه الاحتراف. مظبوط. احنا كنا نروح النادي الساعه 11 الصبح، التمرين كان بيبقى الساعه 3. احنا نفسينا كنا بنعمل معسكرات نفسينا مع يمكن مع الكابتن محمود الخطيب وماهر ومختار وكان حمدي جمعه، ويعني كان شطه، كنا كمان بنكون في شطه كمان. الحقيقه كنا مجموعه، يعني حياتنا كلها كنا عايشينها في الكوره الحقيقه. يمكن حاليا دلوقتي ممكن ما تلاقيش الحاجات ديت، انت ممكن تلاقي تمرين الساعه 3 في ليله مثلا بتيجي 3 ل 10 تربط الجلفه وتنزل. لا احنا كنا عايشين حياه الاحتراف صح. اليوم الكامل ده كان موجود على طول يعني. طبعا ذكريات جميله يا كابتن، ويعني معانا نجم كبير وحضرتك نجم كبير وذكريات جميله، ودايما مستنيين من حضراتكم على المستوى كمان كابتن ماهر على مستوى قطاع الناشئين ان نطلع اجيال على مستوى عالي جدا، وحضرتك كمان كابتن من المدربين المميزين. ان شاء الله نشوفك في الدوري المصري ان شاء الله قريب كابتن رمضان السيد. بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا لك كابتن. شكرا يا رمضان. كمان كان من اللعيبه الموهوبه هاني بشكل كبير يعني. أول كان رايح الزمالك الاول، وبعدين راح فعلا قعد مع حسن حلمي وعلى سن يخلص يعني، هو كان جاي من مصنع 36. وبعدين الكابتن حلمي كان الزمالك عنده مباراه مع الاولمبي او الاتحاد الاسكندريه في اسكندريه، فتاخروا في الطريق فمشي. تاني يوم جانا هنشوف النصيب يعني. يعني لو الكابتن حلمي كان رجع وفي ميعاده كان رمضان راح نادي الزمالك. لا من احنا من حظنا طبعا. طبعا رمضان من اللعيبه الكبيره، اللعيبه الكبيره طبعا قيمه وقامه بصراحه. حاجه تفرح يعني. طب عايزين مع حضرتك بقى نخش على بطولات النادي الاهلي، وخاصه بطوله 82 دي كان ليها طابع خاص وكابتن انا عايز اقول لك ان بطوله 82 دي يعني قبليها التحضير اللي قبليها قعدنا 3 4 سنين بنخفق بشكل كبير قوي. ليه بقى؟ لان احنا اولا كناش نضجنا يعني، معظمنا كان 22 23 سنه لسه صغيرين ما نضجناش في افريقيا بشكل كبير. النقطه الثانيه ان احنا كان بيجي اوقات بيبقى موعد الامتحانات بتاعتنا اوقات سفر. بالظبط في اوقات سفر، فمعظم النجوم ما كانوش موجودين معانا فكنا بنخفق. النقطه الثالثه لما كان جانا الكابتن جوهري الله يرحمه بقى، يعني الكابتن جوهري كان نضج بشكل كبير جدا في التدريب وقتها، وقدر بقى يعمل توليفه بشكل كبير من خلال اللعيبه اللي ذكرتهم لك. يمكن كنا حوالي يمكن 18 لعيب دولي وقتها. 18 لعيب دولي يعني اخر صوره لينا في مباراه كوتوكو كل الاستاف اللي موجود كله حتى مصر. شوبير يعني شوبير كان الجول الثالث وقتها منتخب مصر. كان منتخب مصر. فالكابتن جوهري قعد بقى هاني انت عارفه طبعا يعني ابوك يعني زي ما بيقولوا قعد بقى يكرس نفسه واخد بالك تحضير بقى يحضر تحضير كل مباراه كتير بالظبط لدرجه ان احنا وصلنا مباراه نهائيه مع كوتوكو، فهو عارف الملعب بتاع كوتوكو هناك انه ملعب كله مطبات صعب. فخدنا الملعب الفرعي اللي هو ورا الحمام فاكره الملعب بتاع الهوكي ده بتاع الهوكي علشان تبقى قريب من الملعب اللي هتلعب عليه. عملنا تدريباتنا الوحده التدريبيه طول الاسبوع. وبعدين افتكر مجلس الاداره طلب بقى عشان يريحونا، احنا كنا بنطير على طيران من ضمن الطيران مش عايز اذكر اسم البلد يعني. كان اللي بيشولها بتنزل كينيا يعني كينيا ولا اثيوبيا الطيران الاثيوبي الاثيوبي فكان الطيران الاثيوبي ده عامل زي القشاش واخد بالك قطر الصعيد القشاش ده كله يشاور له عديت عليه واخده. ده كانوا بيلعبوا ساعتها كابتن بننزل لاندنج يا سهام بننزل لاندنج واحنا نازلين بيلعبوا كوره في على الران واي والله الاطفال حاطين كورتين وبيلعبوا كوره يا تسيبهم يا يتعدي يعني. مره كابتن طارق المطار مقفول وضلمه كابتن طارق عايز ينزل. كابتن طارق كان سايق مره من المرات كابتن طارق سليم كان سايق الطياره يعني هو كان قائد الطياره في الفتره دي، وراحوا جابوا الراجل ولعوا له النور بتاعه لحد ولعوا له الليل وراح نازل وكان طياره عسكريه فعايز اقول لك ان احنا الطياره العسكريه كانت كلها دكك وكل بقى ايه الصحفيين ربوا معانا واللي نعرفه اللي ما نعرفوش حفله بتبقى طياره يعني بتبقى صعبه صح غير الطياره العاديه المدنيه مفيش كراسي الطيارات اللي هي بالمراوح العسكريه دي وعامله صوت رهيب فقعدنا 8 ساعات لما وصلنا غانا. بس احنا كان يمكن ربنا كرمنا في المباراه الاولانيه كسبنا 3-0
واحنا عند السفير الغانا كانوا عازميننا على العشاء، لعيبه كتوكو قاعده تعيط يعني فعلا بيعيطوا لانه هم اول مره في حياتهم يخسروا كده، يعني اول مره يتقطعوا في مباراه كان افضل فريق على مستوى مصريه بهذا الشكل، فكانوا جايين طمعانين فينا فيخسروا 3-0 مع الرقفه، فكانوا حزنانين جدا جدا. ف حتى في الحفله ما كانوش بياكلوا، كانوا مستخبين ومتضايقين. ده قبل الماتش ده ده بعد الماتش الاولاني، بعد الماتش الاولاني اللي هنا بتاع 3 رحنا هناك بقى. طبعا لما وصلنا هناك التجمعات بقى حوالين الفندق، الجماهير غانا كل يوم طبعا عمالين مش عايزين ننام، طبل بقى عشان جميع بقى 10,000 واحد موجود حوالين الاوتيل وزعيق اجواء غريبه طبعا عليكم جدا رهيبه، وعايز يخرجك عن التركيز، عايز يخرجك مباراه صعبه بالنسبه له طبعا، فعايز يشتتك على اساس انه يعوض في ملعبه يعني. وبعدين وصلنا الملعب هاني يوم المباراه، منشط المباراه اهو كمان يا كابتن لو حضرتك تفتكره. وصلنا للمباراه سهام هاني، قعدنا بالظبط حوالي نص ساعه عشان نخش، واقفين على البيبان قافلينها واخد بالك، واحنا عايزين نخش طب. فكابتن جوهر قال هنقلع في الاتوبيس ونجهز نفسنا ونزلنا هاني والحكم بيصفر. يعني ما سخناش، انت ما سخنتش، ما سخناش، فالجول الاولاني جه بعد ربع ساعه يعني، احنا لما بدانا نصحى ضربنا جول واخد بالك. قبل ما نخش المباراه بقى طبعا الملعب 90,000 رعب، فوجئنا ان طياره هليكوبتر واخد بالك قعدت حلقه كده حوالين الملعب، وبعدين شويه وقفت نزلت، نزل منها رئيس الجمهوريه الاشانتي ده القبيله القبيله واخد بالك، والناس عماله تصوت وزعق، احنا مش فاهمين يعني زعلانين ليه ومتضايقين ليه يعني، الراجل الرئيس بتاعكم وجاي بيساندكم اتاري هم عاملين سحر حوالين الملعب واخد بالك، وعارفين اماكنه فين وبستنيكم تعدوا عليه الطياره الهليكوبتر بالظبط، الطياره الهليكوبتر المروحه طيرت بقى كل حاجه، فطبعا الناس عماله تعيط زعلانه. حاجه قبل كده عرفت انا رمضان او حد من اللعيبه تقريبا عرفت ان النهارده يوم مش يومهم يعني خلاص خسرت. لا معتقدات غريبه جدا جدا، واحنا يعني في نهايه طبعا يعني احنا سعداء اولا، وانا على المستوى الشخصي والله كابتن سعيد بيكم جدا طبعا، جدا ان حضرتك موجود معايا، انت شرف ليا اولا وسعيد بالسعادة بيك جدا، وانا بتابعكم من اول ما اتعمل البرنامج بتاعكم وانا بتابعكم بشكل كبير يعني، واحنا كنا مستنيين حضرتك تنورنا. لا قلت لك حاجه ان شاء الله حاجه يعني هو التوقيت الحمد لله رب العالمين جينا في وقت لا ولسه ان شاء الله هيشرفنا كتير ان شاء الله، ده امر طبيعي اكيد. انت نورتنا يا كابتن وفعلا حديث طبيعي وطلع من القلب الحمد لله، وانت شرفتنا ربنا يخليك يا رب، يعني حديثك برضو ممتع جدا يا كابتن وسعيد بهاني، ربنا لكم التوفيق طبعا ان شاء الله والنجاح والحمد لله، يعني جماهير النادي الاهلي بتعشقكم وبتتفرج على البرنامج بشكل كبير، وهو ده التطوير اللي حصل اللي احنا كنا بننتظره من قيادة النادي الأهلي. نتمنى إن شاء الله بإذن الله يوم السبت إن احنا نتوج يا رب بطولة الدوري 42 هنا إن شاء الله يوم الأحد بقى ونحتفل مجلس الإدارة إن شاء الله ولجنة التخطيط واللاعبين وجمهور النادي الأهلي طبعا اللي احنا بنعشقه اللي هو صاحب الفضل بعد ربنا علينا، فنتمنى النادي الأهلي إن شاء الله يحقق البطولة يوم السبت إن شاء الله بطولة الدوري 42، وبعدين نستنى بقى البطوله الافريقيه الغاليه علينا ان شاء الله بإذن الله باذن الله مره ثانيه يا رب يا رب. شكرا جزيلا ليك يا كابتن، شكرا جزيلا ليكم مشاهدينا، دي كانت حلقه اخر الاسبوع، ان شاء الله نقابلكم الحد واحنا بنحتفل باللقب 42 يا رب ان شاء الله في النادي الاهلي باذن الله. تصبحوا على خير.